أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا عليكم بالعافية. اخترنا شهر رمضان فرصة مناسبة نقدم لكم أفضل الوجبات وأشهاها وبطريقة صحية. معنا اليوم الشيف محمد من شركة كيتا للتموين. أهلا وسهلا فيك شيف. أهلا حضرتك، إزيك؟ الحمد لله تمام. زيك؟ كويس الحمد. رمضان كويس؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. شو حتقدم لنا اليوم؟ اليوم النهاردة معنا طاجن بامية في الفرن. أيوة، مع اللحمة المفرومة. طاجن بامية بالفرن مع اللحمة المفرومة. أوكي. فشو مكونات مكونات الطبق؟ بامية، معنا طماطم شرايح، معنا بصل ناعم، معنا ليمون شرايح، معنا معلقة كريمة. أيوة. معنا حوالي 200 جرام الزبادي، ثوم مفروم ولحم مفروم وبهار أبيض والملح. أيوة، يعني تقريبا عندنا البامية ممكن نختار اللي هي المجمدة أو الطازجة. أنا تقريبا نص كيلو بامية إلى كيلو 500 جرام بامية، نص كيلو بامية مع تقريبا خمس حبات طماطم، وعندنا بصلة مفرومة، وعندنا زبادي 200 جرام، وعندنا معلقة كريمة قليلة الدسم، ولحمة مفرومة نص كيلو كمان. نص كيلو ولا ربع؟ اللحمة اللي حسب الرغبة يعني. واثنين إلى ثلاثة فص توم. توم مهروس. أيوة بالزبط. فينا نبلش في هنبدأ بإيه؟ هنبدأ بالبصل، بنحط الزيت الأول بعد كده نحط البصل. تقريبا معلقتين زيت عشان نحمر البصل بالزبط. فيهم معنا زيت، يعني البامية من الخضار اللي هي فوائدها عالية، هي قليلة السعرات الحرارية وفيها مصدر غني للألياف وفيها حمض الفوليك. الحمض الفوليك هو مهم مخصوصا نسمع للناس الحوامل، لأنه بيمنع التشوهات الخلقية والعيوب بالجنين، وفي كمان مصادر للفيتامينات A وفيتامين C وK اللي هو بيمنع تجلط الدم. بالإضافة هلأ حنحط البامية. نحمرها بس شوية. حنحمر البامية هلأ بالزيت. مش في كتير زيت، زيت خفيف. زيت خفيف يعني يدوب عشان بس تتحمر. احنا متعودين على البامية باللحمة اللي هي الشقف، اللحمة القطع اللي مطبوخة بالعادي يعني، بس هاي طريقة كمان يعني صحية أكثر، صحية وطريقة تغيير يعني. احنا مرات بنزهق من الطبيعي طبعا، الطبخات اللي هي تراديشنال، فممكن ننوع فيها. طبعا كمان الطماطم فيها مادة اللايكوبين مفيدة لأمراض الروماتيزم، المفاصل والكلى، وفيها كمان مية كفاية بالجسم بحتاجها الجسم. لونها تغير البامية معايا؟ إذا قلينا البامية لصار لونها ذهبي. ذهبي شوي. صار البامية لونها ذهبي. بشيلها، هحطها عندي طبق على جنب. بنحطها في الوعاء البايركس ونبلش بنعمل الصوص بتاع اللي هو البامية. بنحط البصل في الأول، يعني ما منزيدش زيت، هو الزيت تبع يعني ما منزيدش، كل ما قللنا زيت كل ما أفضل. على حسب الرغبة، لو لقيت أنا محتاج زيت فيه أضيف. ممكن أضيف شوية لو لقينا إنه ناشف يعني. بحط البامية على ورق لنكسر بحيث إن هي تمتص الزيت اللي هو كمان اللي هو نبهنا الشيف. ممكن نحط البامية اللي أخذناها على ورق كلينكس أو كيتشن رول عشان يمتص الدهون. وبحط اللحمة المفرومة. حطينا اللحمة المفرومة اللي هي قليلة الدهون. أيوة. مع البصل. مع البصل بحط توم. توم المفروم كمان منضيف. توم ناش نضل نعيد بكل حلقة، هو التوم عنصر أساسي، التوم والبصل يعني كتير مهمين لأنه للأمعاء والمعدة. مطهر يعني، زي مطهر هو وقاتل للبكتيريا والفطريات الجراثيم. حط الطماطم السلايس. بنحط الطماطم الشرحات
ممكن تحط كمان نقسمهم مفروم. ممكن مفروم كمان. ضفنا الطماطم على البصل وال الخطوات صحية أكتر من اللي هو البامية العادية اللي هو متعارف عليها، اللي هو تعتبر كطبق يعني. صح. السعرات الحرارية بتاعته مش عالية كتير، وكمان صحي ومفيد في الصيام، اللي هو لأن يعني تقريبا أكل على حد علمي، أنا بتكلم عن نفسي، لأنه أكل المسبك كتير بيتعب في الصيام. المسبك كتير خصيصا للصيام بتعب المعدة. هلا هاي الوجبة تقريبا تكفي لقديش؟ 6 أشخاص تقريبا. كل وجبة كل حصة فيها تقريبا 550 سعرة حرارية، وفيها 46 جرام من الدهون، وفيها 27 جرام من النشويات، وفيها 25 جرام من البروتين. لاحظنا انه فيها كمية شوية عالية من الدهون. ليش؟ اصلا البامية نفسها فيها شوية دهون، يعني احنا شوف البامية لزجة، يعني فيها تقريبا 40% فيها دهون متعددة عليها. بس هي مفيدة البامية. الليمون كمان هذا بيضيف مش بس طعم، والفيتامين سي بيزيد من القيمة الغذائية للوجبة. الليمون وجود اللبن كمان، يعني احنا مش متعودين زي ما قال الشيف، متعودين على البامية المسبكة احنا بنقول، بس وجود اللبن بزيد القيمة الغذائية للوجبة. فيها مش بس البروتين والكالسيوم، فيها البكتيريا النافعة مفيدة. ترى دي كمان مفيدة، اللي هو الأمهات الستات في البيوت اللي هم عند طفل مثلا ما بياكلش البامية، اعملها له مثلا مسبكه ما بياكلهاش، اعملها له باميه بالزيت ما بياكلهاش. صح. ممكن يعني اعملها لكم مثلا كطاجن في الفرن نفس الطريقه بتاعتنا، تساعدنا كتير. ما بياكلش اللبن، بيعزمنا في اكل اللبن، ممكن نديله اللبن من خلال اكلات معينه. صح. زي بنفس الاسلوب اللي احنا بنعمل بيه ده، فبيكون بيساعدنا كمان ان احنا نغير في اسلوب الاكل بتاعنا اللي هو المتعارف عليه، واللي هو احنا كل يوم نفس الروتين. لازم يكون في شيء صح تغيير. يعني هو بنبدا احنا باول شهر رمضان بالاكلات اللي بنتعرف عليها، بعدين بنزهق يعني. بالضبط. فاللبن كمان وجود البكتيريا النافعه بتساعد على عمليه الهضم. طبعا برمضان كثير في عند الناس بيعانوا من مشاكل عسر الهضم، فهذا والامساك، فوجود الخضروات واللبن مع البكتيريا النافعه جدا مهم. كمان بنزل بالزبادي بتاعتي، بنزل بالقشطة. زدنا شوية قشطة عشان الطعم، يمكن عشان يعطيه فليفر أحسن. وننزل بالزبادي بتاعتنا كمان. كريمة قليلة الدسم خفيفة، اللايت كريم. اللايت واللبن. إذا بعد ما قلبنا اللحمة والبصل والطماطم والليمون، ضفنا اللبن والكريمة. مع النار شوية. فلفل أبيض، مش فلفل العادي، الأبيض. فلفل أبيض، وكمان ممكن أحط شوية فلفل أسود. أيوة. يعني هاي بهارات، وإحنا تكلمنا بحلقات سابقة عن البهارات، كل ما زدنا بهارات يعني كل ما زادت القيمة الغذائية. ملح ما منكترش. لا ما نكترش. الليمون الشيف قطعه وحطه بالقشر كمان، يعني طلع الطعم افضل. الليمون كله فوائد غذائيه زي ما حضرتك عارفه. ايوه. ومفيد كمان لفيتامين سي وكمان انا من بدي طاقه ايجابيه، وكمان الليمون في الصيام بيديك ريفريشمنت. اللي هو نوع اللي هو بيدي نفس اللي هو نفس اللي الموز بيديه كمان. انا بعتقد ان هما الاثنين فيهم نفس الفوائد المفيده للجسم. ممكن
بعدين دائما وجود الحمضيات او فيتامين سي اذا مصدر ثاني فيه حديد بيزيد من القيمه، يعني بيزيد على امتصاص الحديد. اعتبر الحصول هذا بنجيب الباميه بتاعتنا اللي احنا جهزناها. الفكره هنا في الطبق بتاعنا اللي هو الفكره بتاعتنا هنا في 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 في, في طريقه الطبخ كمان. بناخد نص الخليط بتاعنا، نسكب بالطبق. بالظبط، نحطه في البايركس. وبنجيب البامية بتاعتنا نحطها في نص بالنص. بالنص. بنظبط الطبق بتاعنا. يعني بنحط طبقة أول تحت ونص الكمية تحت، وبعدين بنحط البامية بالنص، وبنرجع بنغمر البامية بالكمية الباقية. أعتبر جاهز، نحطه لمدة 20 دقيقة. نحطه بالفرن على حرارة 180 تقريبا. بالظبط. لمدة قد ايه شيف؟ لمدة 20 دقيقة. 20 دقيقة تقريبا لما تحمر شوية يعني من فوق. الطبق يعتبر جاهز، وهنجيبه من الفرن عشان نوريه للسادة المشاهدين. عملنا له قرنش خفيف. يعتبر اذا طبقنا اللي هو البامية باللحمة المفرومة والطماطم والثوم صار جاهز للأكل. صحتين وعافية عليكم، واستنونا بحلقات جاية من برنامج عليكم. بالعافية.